هو يعني المسألة متبادلة، يعني هو النادي الأهلي بيولد النجوم أو بينجم اللعيبة، واللعيبة الكويسة كلها بتروح النادي الأهلي. لكن هي الخلطة دي، سر الخلطة إيه بقى؟ سر الخلطة إن أنت لا تحيد عن المبادئ، هناك حد أدنى من المبادئ، هناك نظام سابق لعصره موجود في النادي الأهلي، إدارة سليمة 100%، إدارة علمية قبل أن يسمع الناس عن الإدارة العلمية بتطبق في النادي الأهلي، هناك احترام للتخصص، يعني هناك قيم. يعني هي المسألة ما هيش قيم أخلاقية فقط، إنما في قيم عملية. قيم عملية يعني إزاي العمل ينجح، إزاي كل واحد ياخد الدور بتاعه ولا يتدخل في الدور أدوار الآخرين، وإن يكون هناك إشراف على أو تنسيق لهذه الأدوار من خلال إدارة سليمة تبعا لظروف العصر اللي هم موجودين فيه. فالنادي الأهلي ما حققش البطولات بس لأنه كان فيه أحسن لعيبة، يعني النادي الأهلي في أندية فيها لعيبة مميزة جدا، ما كانش بيحتكر اللعيبة الكويسة اللي موجودة في أساطير وأفزاز موجودين في، لكن الأتموسفير بقى اللي بيشتغلوا فيه، الجو اللي بيشتغلوا فيه، التنظيم المحيط بيهم، الإدارة اللي بتمشي المركب، كل هذه الأمور بينفرد بها النادي الأهلي. النادي الأهلي بينفرد بأنه سابق عصره في التنظيم والإدارة الرياضية، وأنه عنده قيم وأخلاقيات ومبادئ لا يتنازل عنها في سبيل أن أنا أخذ بطولة.